أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة نجومي إكسترا لأخبار الفن والفنانين. الفنان قصي خولي يفصح عن زواجه بصورة مع طفله. فاجأ الفنان السوري قصي خولي جمهوره بنشر صورة ليد طفل رضيع يتجاوز عمره 3 أشهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. هذه هي الصورة التي نشرها قصي خولي. وعلق الفنان خولي على الصورة قائلا: الله منحني طفلا، ابن وأخ وصديق للأبد، وأتمنى أن أستطيع أن أكون أبا جيدا له مثلما كان والدي لي، مضيفا: الله يحمي لي العميد جونيور ولا يحرم حدا منها النعمة ويحمي أولادكم جميعا. وانهالت التعليقات المهنئة لقصي خولي على إنجابه مولوده، كما حملت اندهاش متابعي لعدم إعلانه مسبقا خبر زواجه، ولكن هذا لم يمنع من تدفق المباركات والتهنئات له. وكان قصي خولي قد قال خلال استضافته ببرنامج مجموعة إنسان عند سؤاله عن حقيقة زواجه بشكل سري: إن هذا الأمر شخصي وقد يكون صحيحا، ولكنه حين يريد إعلان أنه متزوج بالتأكيد سيعلن، لتكشف الصورة المنشورة أخيرا عن زواجه وإنجابه لطفله. وكان الفنان قصي خولي لم ينفي أو يؤكد أنباء زواجه سرا من فتاة أمريكية، وذلك خلال استضافته خلال برنامج مجموعة إنسان في رمضان الماضي، واكتفى بقوله: قد أكون متزوجا وقد لا أكون. وعن جنسية زوجة قصي تساءل الكثيرون، ولذلك أعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشر ما كشفه الصحفي اللبناني ربيع هنيدي عن ذلك، فقد نشر من خلال حسابه على تطبيق إنستغرام صورة له مع الفنان مشيرا من خلالها إلى أن الزوجة أمريكية. هذه هي الصورة التي أعادت نشرها الإعلامية مي العيدان. قصي خولي، معلومات وحقائق لا تعرفونها عنه. الاسم عند الولادة قصي بن عميد خولي. تاريخ ميلاده 1 إبريل 1976 ميلادي. وعمره في عام 2019 43 عاما. وهو سوري الأصل وديانته المسيحية. ولد قصي خولي في قرية ظهر صفراء التابعة لمحافظة طرطوس في سوريا، يعيش حاليا متنقلا ولكنه يمتلك منزلا في مدينة دمشق. عميد خولي صحفي سابق، ووالدته السيدة سعاد، ولديه 4 أخوات هن محار ولجين وليالي وجلنار، وهو أكبرهم. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. الفنان قصي خولي مع شقيقاته 4. درس قصي في البداية الحقوق لمدة 2، ولكن ميوله الفنية قادته نحو المعهد العالي للمسرح. وعلى الرغم من اعتراضات عائلته القوية، أصر قصي على التسجيل في المعهد العالي للمسرح. قصي خولي مع شقيقته وزوجها. أدى النزاع مع عائلته إلى مغادرة منزله لمدة 2 شهر،
حيث سجل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق الذي تخرج منه عام 1999 ميلادي. طيخولي مع والدته السيدة سعاد. القديوي إسماعيل وهارون الرشيد والعديد من الشخصيات البارزة جسدها الفنان المميز قصي خولي، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1999 ميلادي، حيث تخرج من المعهد العالي للمسرح برفقة ممثلين بارزين مثل باسم خياط وسلافة معمار. الفنان قصي خولي مع باسم خياط سنة 1997 بالمعهد المسرحي. أول ظهور له على الشاشة كان من خلال السينما، حيث شارك في فيلم ذاكرة صعبة عام 1998 ميلادي، ولكن فيما بعد ركز على الأعمال التلفزيونية بشكل أكبر. ولكن ظهوره الفعلي كان في مسلسل نساء صغيرات عام 1999 ميلادي إلى جانب ديما بياعة وكاريس بشار، ومن هنا كانت نقطة الانطلاق. وفي عام 2000 شارك في مسلسل الزير سالم بدور شيبون، وعام 2004 في مسلسل عصر الجنون مع سلاف فواخرجي وباسم خياط. ثم في عام 2005 قام بدور علاء في مسلسل أشواك الناعمة، الشاب المتواضع الذي يملك إعاقة في رجله ويعمل في الصحافة. اسم قصي خولي بدأ ينتشر يوما بعد يوم، وبدأت عروض التمثيل تنهال عليه، خصوصا بعدما شاهد معظم المخرجين على الموهبة المميزة التي يمتلكها في هذا المجال. في عام 2006 فقد شهد نقلته النوعية، حيث أدى دور البطولة في مسلسل غزلان في غابة الذئاب، ونال عن دوره في المسلسل جائزة أفضل ممثل عربي. أما آخر أعمال الفنان قصي خولي هو مسلسل 5.5 الذي عرض في رمضان عام 2019، وشارك في بطولته كل من نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار وآخرون. ومن بين العروض المسرحية التي شارك فيها الفنان هي القصور ومدينة الخراب والدبلوماسيون. الفنانة نانسي عجرم في كليب أغنية يا كثر، ولم يصور بعدها أي فيديو كليب آخر، ويعشق قصي خولي تربية الكلاب. أمنية قصي خولي في عالم الدراما هو أن يؤدي شخصية الملحن الراحل بليغ حمدي.